بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك ما تنساش تعمل اللايك والشير، وقبلهم طبعا الاشتراك، بدعمكم مستمر. ولو حبيت تدخل على القناة اكتب في البحث وجدي شعبان اكسال. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة ان شاء الله هناخد الدرس التاني. كان في بعض الاصدقاء كانت بتقول لي ان انت ما راعيتش اللغة ساعة ما عملت الداتابيز بتاعتنا، ولكن يا جماعة احنا مراعاة اللغة دي بتبقى في التفاصيل، مثلا لو حد بيحط كسرة وفتحة والحاجات دي، فده بيبقى محتاج. لكن احنا في شغلنا العادي ده احنا ما بنستخدمش الكلام ده، وفي المشاريع الصغيرة دي فالحكاية مش محتاجة قوي. احنا كنا زمان ما بنيجي نعمل نقول ايه عشان الانجليزي والعربي، حط مثلا الكلام العربي بين 2W، قاعدة البيانات بين 2D، حط التيبل بين 2T. ده عشان اما نيجي نكتب عربي في انجليزي كان بيضايقنا يعني. ولكن احنا عاملين زي ما تقولوا كده تجربة، نجرب كل حاجة عربي، وان شاء الله مش هتواجهنا يعني مشاكل زي ما انتم متخيلين كده. لا، لان احنا برضو لو احنا قلنا له راعي حكاية الحروف والكسرات والفتحة والضمة والكلام ده بيبطأ ساعة ما بنيجي نعمل عمليات البحث والكلام ده. يعني هو له مزاياه وله عيوبه، لكن احنا طالما معرفين اللغة عندنا ان احنا مثلا مصر او الجزائر او تونس او فبندعم اللغة العربية، فبيبقى الحاجات الأساسية دي ما فيهاش مشاكل إن شاء الله يعني. تعالوا بقى نخش على الجدول عشان هنعمل تعديل صغير، ولكن قبل ما نعمل التعديل في ملاحظة مهمة جدا هنتكلم فيها. أنت ممكن تيجي تعمل تعديل تلاقيه مش راضي يعمل معاك التعديلات. ليه؟ في حاجة مفروض تعملها لو أنا فتحت البرنامج لأول مرة، هو بيعتبرها افتراضيا كده إن ما ينفعش حد يغير حاجة من الجداول اللي مكتوبة. عشان كده هنروح على تولز وهنختار اوبشن. خلي بالكم يا جماعه من غير الخطوه اللي انا هعملها دي محدش هيعرف يغير اي حاجه في الجداول اللي عملها قبل كده، فنخلي بالنا. هننزل لتحت شويه كده يا جماعه هتلاقوا ايه ديزاينرز اللي هم المصممين. فشايفين اللي تحت دي بيبقى عليها علامه صح. طول ما هي عليها علامه صح ما ينفعش حد يلعب في الجداول دي خالص، وهي مقصوده ان عشان محدش يدخل يغير حاجه فيها، لكن احنا بنشيلها لان احنا اللي هنصمم الجداول دي، فممكن اغير حاجه اضيف حاجه اشيل حاجه، فهتشيلوا علامه الصح من هنا. تمام لحد كده؟ طيب هقول له اوكي. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه لازم الناس تعملها. طب بنيجي بقى على الجدول بتاعنا، وهنا هنضغط عليه وانا عايز اعمل عليه تعديل، فهروح لمرحله الديزاين هضغط عليها تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهي مرحله التصميم بتاعتنا، وشفنا ازاي لو عايز نظهرها. احنا جبناها ليه تاني او رجعنا للجداول دي مره اخرى ليه؟ في احد الاصدقاء قال لي انا عايز احط صوره الطفل. طب عشان نحط صوره الطفل يبقى لازم اعمل لها عمود. احنا كنا لما بنعمل الكلام ده وكنا بنعمل الفورم الذهبي بتاعنا كنا بنقول احنا مش عارفين هو هيحط العمود فين، وبناء عليه بخلي البرنامج هو اللي يدور وهو اللي يعمل الكلام ده. لا، احنا مش هنعمل كده. انا هحطه مثلا في الصف الثالث او الرابع، انا عارف انا حاطه فين، فهتعامل معاه بهذا المبدا. عشان كده قلت ايه، احنا هنعمل لكل جدول فورم، فانا الجدول ده عارف ابعاده وده في العمود الكام وده في العمود الكام، فمش محتاج اي اشارات. في حاجه بقى اقتراح من اقتراحين، لو انت هتحط نفس الصوره هي اسم الطفل يبقى مش محتاج تضيف اعمده ولا تعمل اي حاجه، يبقى خلاص هذا يكفي. ولكن لو انت هتقول لي لا انا عايز اعمل الصوره باسم مختصر، يعني مش شرط يكون اسم الطفل او كود الطفل، لا ده انا عايز اعمل خلطه منهم كده، فهتبقى حاجه مختلفه يعني. لكن تاني بقول تاني، لو صورة الطفل هي نفس كود الطفل يبقى خلاص ما تضيفش عمود. لو اسم الطفل هو نفس صورة الطفل يبقى ما تضيفش عمود. طب العلامات؟ لا ما تحطش علامات، ما احنا اتفقنا انا هتعامل مع جدول انا عارف ابعاده، عارف العمود الاول فيه ايه والتاني فيه ايه والتالت فيه ايه، فانا بتعامل معاهم على هذا الاساس. عشان كده احنا قلنا اقتراح ان كل واحد يبقى في ايه؟ في فورم لوحده. فتعالوا هنا يعني ما حدش يبقى متأثر بالجولدن فورم، لا لا احنا بنشتغل شغل تاني خالص. ماشي يا جماعه؟ في بعض حاجات هنستعين بيها ولكن مش كل الشغل هيبقى زي الجولدن فورم. طب تعالوا هنا نقول بعد اسم الطفل ممكن نضيف عمود، فهنضغط عليه وهنعمل كليك يمين وهقول له انسرت كولوم. تمام كده؟ طب وحاجه هنا ممكن بقى تكتب ايه؟ صوره الطفل او اسم الصوره اللي يعجبك بقى. فمثلا على سبيل المثال انا هكتب اسم الصوره عشان تبقى الناس بس عارفه ان انا بحط اسم الصوره هنا، يبقى انا هنا عارف ان اسم الصوره في العمود الكام؟ في العمود الثالث، خلاص انا مش محتاج اي حاجه. طب ده
مجرد اسم للصورة برضو يبقى هنعمله انفار شير وخليها 50 حرف، ما اعتقدش هنزود عن كده يعني، لان احنا زي ما اتفقنا لو انا هحط اسم الطفل كاملا يبقى خلاص ما فيش داعي اضيفها. طيب يبقى انا ضفتها، وان كان حتى الجدول كان هينفع لو انا حطيت اسم الطفل هو اسم الصورة، ما كانش فيه داعي ان انا اضيف الكلام. هنعمل حفظ يا جماعة، وتعالوا كده نبص على الجدول بتاعنا. هنروح على الكولوم اسم الطفل، اسم الصورة ضفهولي، يبقى كده تمام التمام. طب تعالوا بقى نقفل ده كده، وتعالوا نروح على الفيجوال بيزك. هنبدأ نعمل مشروع جديد. واحد يقول لي ايه ده انت مش عملت مشروع؟ اقول له لا، احنا قلنا ده نموذج هنستعين بيه وهنشوف ان هو هيفيدنا جامد جدا زي ما هنشوف مع بعض واحدة واحدة. تعالوا نبدأ كده نيو بروجيك. فتح معايا يا جماعة اهو، زي ما قلت لكم بنتأكد ان احنا على الفيجوال بيزك وويندوز فورمز ابليكيشن، وتعالى نسميه كده بالعربي برضو رياض الاطفال، وهنسيبه على الديسكتوب لان احنا اكن من درس لدرس هنكمل عليه يا جماعة مع بعض. فهقول له اوكي. زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو انشأ المشروع بتاعي وسماه ايه؟ رياض الاطفال. طب اول خطوة بقى احنا عايزين نعملها، الاول عايزين نضيف موديول عشان نحط فيه الاكواد بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. طيب هنيجي احنا طبعا عندنا الاكواد كلها بنحطها في موديول، ما بنحبش نخليها على كل فورم. ليه؟ لانها في الموديول ممكن استخدمها مع، يعني انا بقول هحط 10 فورم مثلا، فممكن يبقى كود واحد بيشغل ال10 فورم دول. هنيجي يا جماعه على المشروع بتاعنا، هنعمل كليك يمين وهنقول له هنا اد. بصوا كده تحت هلاقي ايه؟ موديول. هنضغط عليه هيطلع لي هذه النافذه. هنيجي على الاسم هنا اللي هو بيقول لي موديول 1، سيبك من دوت في بي هنسيبها زي ما هي. هنيجي على هنا وتعالى مثلا نسميه كودز، وهقول له اد. ضفوا لي زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو، اهو موديول اسمه كودز وطبعا اند موديول. هنسيبه دلوقتي وتعالوا نرجع للفورم بتاعنا مره اخرى. المفروض الفورم ده ان انا هعمل عليه الشغل اللي انا عملته كله قبل كده، فعشان كده قلنا لا احنا عايزين نوفر الكلام ده ونعمل نموذج جاهز نروح نجيبه. طيب احنا حاطينه على سطح المكتب، فتعالوا لي هنا على رياض الاطفال مره اخرى وهنعمل كليك يمين وبرضه هقول له اد، بس المره دي بقى هقول له اكزيستنج ايتمز، يعني عناصر من الخارج. هنضغط عليها، تعالوا نروح لسطح المكتب، احنا حاطينه على سطح المكتب. هنضغط على سطح المكتب وكنا عاملينه مسمينه نموذج اهو يا جماعه، هنضغط عليه وهنضغط برضو على نموذج مرة أخرى. بصوا هيدخلني هنا، بصوا كده كنا مسمينه إيه؟ f.vb، مالكش دعوة بالباقيين دول، ها f.vb. وهنضغط عليه كليكتين أو أضغط عليه كليك واحدة وأقول له add، فهيبدأ يضيفه. بصوا يا جماعة أهو، تعالوا نضغط عليه كده زي ما انتم شايفين جاهز عندي تمام التمام، والحاجات موجودة عليها اهي، الام اس والاس اس والتي اس كل حاجة بأساميها. يبقى انا كده وفرت فعلا في الشغل، لان انا قلت انا هستخدمه حوالي 10 مرات، يبقى مجرد بستدعيه واضيفه. بس طبعا اول حاجة بعملها بغير اسمه عشان لما اجي استدعي الجديد بعد كده ما يعمليش مشكلة. طيب فبغير الاسم منين؟ زي ما اتفقنا بغيره من هنا تمام كده، فباجي على الاف دي وانا هسميها اف تي 1. هقول لكم ليه. طبعا اف فورم وتي يعني تيبل رقم واحد، يبقى اكن اللي انا قدامي ده اللي هو الفورم اللي قدامي ده انا هستخدمه للتيبل الاولاني تمام لحد كده. فبيقول لي اغير لك بقى الاسم بتاعت هذا الفورم في كل حته، اقول له يس. في خطوه بقى مهمه لازم تتعمل بعد كده، ايه هي؟ انا الفورم ده حاليا هو الاساسي بتاعي، لسه هيتحط فورم تاني قبليه يعني، ولكن هو الاساسي وانا عايز الغي ده خالص. فهعمل حاجه مهمه كده وهروح هنا على المشروع ماي بروجكت وهنضغط كليكتين عادي، كليكتين شمال عادي يعني، هيدخلني على المشروع بتاعي. هنعمل حاجتين مهمين هنا، بيقول لي البدايه بتاعتي بيبدا من فورم 1، اقول له لا مش عايزين بقى فورم 1، احنا عايزين اف تي 1. ده لحد دلوقتي الحكايه دي لسه هتتغير لان احنا هنحط اف 1 قبليه كمان، ماشي كده؟ طيب وباجي هنا في عندي في الستارت اب فروم كلوز، لما بيجي الفورم يقفل انه واحد فيهم؟ فهو بيقول لي الاولاني اللي انت بدات بيه، لما تقفل يقفل المشروع كله. اقول له لا خليك اي واحد انا بقفل بيه في الاخر هو اللي بيقفل، ماشي؟ فهنختار هنا وين لاست فورم كلوز، يعني اي واحد بقفله في الاخر هو اللي بيقفل المشروع، مش لازم ارجع للاولاني يعني تمام لحد كده.
بقول له خلاص مش عايز بقى منك حاجه، تعالوا هنا حتى الفورم ده ما عادش يلزمني في اي حاجه، لان انا ايه اللي هيخليني اعمل عليه تعديلات؟ ما انا عندي واحد جاهز. فهنضغط كليك يمين وهقول له ديليت. بس طبعا ما بعملش الديليت الا لما بظبط ده زي ما شفته. طيب هقول له كده ايه؟ اوكي. يبقى انا كده ببساطه اكني عملت تعديل للايه؟ للفورم بتاعي، وشغال هو ده الفورم الاساسي بتاعي. ممكن انزل دول لتحت شويه كده عشان ما يضايقونيش وانا شغال. وتعالوا بقى للفورم بتاعنا ده. عايز اول حاجه هو متسمي هنا نموذج، اقول له لا انا مش عايز اسميه نموذج، صحصحوا معايا في اللي انا هقوله بقى. في التكست بتاعته دي عايز اسميه باسم الجدول اللي عندي. طب بصوا كده، اسم الجدول الاولاني اسمه الايه؟ اسمه الاطفال، واكتبه بدقه شديده لان انا هعتمد على هذا الاسم. انا ماشي معاكم واحده واحده وعايز الناس ما تفوتش حاجه عشان ما ترجعش تقول لي في حاجه ايه باظت مني وحاجه تاهت مني، تمام؟ فهنكتب كده بالعربي زي ما احنا كاتبين الاسم هناك بالظبط، الاطفال. وتراعي حاطط همزه ولا مش حاطط همزه، يفضل يا جماعه ولا احط همزه فوق ولا همزه تحت، نخلي الكتابه كده مجرده عشان ما يبقاش في مشاكل في اللغه زي ما اتفقنا. طيب يبقى انا كده كتبت في التكست بتاعي الاطفال، ولو جيت بصيت كده هلاقيه فعلا اتضاف معايا اهو، سمالي باسم الاطفال. وزي ما قلت لكم انا معتمد على هذه الحكايه. عايز اضيف داتا جريد فيو لانها برضو هتضاف فيهم كلهم، وهنشوف كام خاصيه كده هنعملها مع بعض. بس قبل ما اضيف الداتا جريد فيو يا جماعه، عايز اقترح عليكم اقتراح. يعني احنا بالنسبه للزراير انا هحاول احطها هنا كلها الزراير الاساسيه اللي انا بشتغل عليها، ولكن في اقتراح، هل احط زراير مرصوصه جنب بعضيها، ولا ممكن نعمل مثلا قائمه زي دي كده مثلا فيها اضافه وتعديل وحذف والكلام ده؟ يعني مثلا كده دروب داون بوتون لو ضغطت عليه بعد ما اضفته، بصوا يا جماعه بيعمل زي القائمه المنسدله. فممكن اعمل هنا اضافه وبعديها تعديل وبعديها حذف وبعديها مسح، ولا نخلينا لا جنب بعض مرصوصين، انه الاسهل في الاستخدام. يعني انا بقترح عليكم قبل ما ابدا اعمل الحكايه دي، تمام؟ فيا ريت تقولوا لي. تعالوا بقى نضيف الداتا جريد فيو ونشوف بعض الخواص برضو هنعمل فيها ايه، يعني عشان تبقى العمليه جاهزه، لان انا اي حاجه هضيفها في الفورم الاولاني، يعني انا هشتغل على الفورم الاولاني هجهزه، وبعدين هاخد الحاجات دي كوبي وبيست ونحطوها في كل فورم. ولكن طبعا في بعض حاجات هتختلف، حاجات بسيطه يعني، ولكن الميزه ان انا ما بنقل الحاجات دي، بتتنقل باسمائها بكل ما فيها، فبتريحني في الشغل. بعض التعديلات البسيطه اللي هنعملها هنا، في صوره لا ده ما فيهوش صوره، ده في كذا ده في كذا، كل حاجه هنراعيها ونشتغل واحده واحده مع بعض. طيب تعالوا نضيف داتا جريد فيو. هنروح على التولز، ادي الداتا جريد فيو هنسحبها. طبعا كل الحاجات دي بنشيلها، هي طبعا موجوده فوق، تعالى كده نسحبها. برضو ممكن نخلي التنقل يا جماعه من تحت، يعني برضو قولوا لي رايكم، اللي هو مثلا الاول والتالي والسابق والاخير نخليها تحت احسن ما نخليها فوق؟ يعني قولوا لي برضو، بدل ما نعمل زراير لا، يعني يبقى الحكايه ممكن نحط صوره ونخلي منظر كويس يعني. طب هنبدا دي بقى كده ناخدها لحد الاخر، هو بيدلني يعني، بسيب بس مسافه واحده كده. احنا ظبطنا من هنا ومن هنا، نبدا الاول بالتسميه بتاعتها للتسهيل، هنسميها دي جي في. طبعا لما بعمل تسميات كلها حروف صغيره يا جماعه بسميها دي جي في. تعالوا ممكن نعمل مثلا ارتفاعها 300، لو احتاجنا نغيره بعد كده مفيش مشكله، احنا يعني شغالين واحده واحده مع بعض اهو. برضو باك كلر بالمره يعني نعمله، تعالى هنا على العنوان اللي عندي، فاحنا خلاص اتفقنا شغالين على الاصفر ده، انت لو اي حاجه عايز تعملها تانيه براحتك يعني، تمام؟ طيب وقلنا تعالى للسايز، طبعا رايت تو ليفت والحاجات دي هو عملها ظبطها. طيب فهنا بيقول لي مثلا ده 1060 مالناش دعوه بيه، هنا بيقول لي 150، اقول له لا خليها لي مثلا 300 مبدئيا كده، واذا احتاجنا جزء من المساحه نبقى نصغرها شويه. تعالى بقى نطلعها لفوق كده، ادي اول حاجه. في برضو عندي من ضمن الخصائص بتاعتها، عشان برضو الحكايه دي مهمه جدا، زي الانكر، عشان لما اجي اعمل تكبير تكبر معايا، وبيقول لي بيحازي على التوب ليفت، اقول له لا انت تحازي لي بقى كمان على الاتجاه ده، عشان يبدا يكبرها في الثلاث اتجاهات دول. هو طبعا الاتجاه اللي فوق لا خلاص محكوم بالنسبه له، ولكن بيبدا يوسع معايا من هذا الاتجاه، ماشي؟ طب تعالى لو جينا على اللي تحتيها دي، اوتو سايز كولوم مود، الاعمده بتاعتي يا جماعه لو انا مثلا في اربع حاجات ولا خمس حاجات بلاقيهم واخدين جزء صغير
منها، ولما اجي اكبر برضه هم واخدين الجزء بتاعهم، انا عايزها لا يملى المكان كله. فعشان كده هو بيقول لي هنا نون، اقول له لا اختارها لي، هنختارها كده يا جماعه وهنقول له فول، لا املاها لي كلها، استفيد بالمساحه كلها وكبر لي الاعمده بحيث تملى الداتا جريد فيو. تمام. طيب عندي حاجه كمان في التوصيل، بصوا يا جماعه هنا في كولوم هيدر ده اهو ديفولت، هنضغط عليها وهنفتح كده القايمه دي. بصوا شايفين هنا ميدل ليفت، اقول له لا اعمل لي توصيل بقى اهي ميدل سنتر، كل الخواص دي زي ما قلنا هتتنقل بعد كده ساعه ما نقلها في حته تانية، هقول له اوكي احنا بنجهزها من دلوقتي. طب تعالوا برضو على الرو اهي يا جماعه، رو هيدر ديفولت برضو هنضغط عليها، وهاجي هنا بدل ما هي ميدل ليفت هقول له لا خليها لي ميدل سنتر، فظبطها لي في النص وهقول له اوكي. ولو احتاجنا خواص اخرى بعد كده هنقولها مع بعض. طيب لو جينا بس نشوف المنظر بتاعنا، ما تنسوش يا جماعه اقتراحاتكم، احنا هنا نضيف، هل نضيف زرار واحد في اضافه وتعديل وحذف وهكذا، ولا نعملهم نرسهم جنب بعض، ولا نعملهم زي ما كنا بنعملهم ناخد لهم مساحه هنا ونحطهم، يا ريت تفيدوني في الشكل ده بس عشان يبقى شكل الفورم معانا جميل يعني. طب تعالوا نشغل ونشوف. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو المنظر مبدئيا بتاعنا، لو جيت اعمل تكبير فردت معايا، اه هنعملها بقى من تحت كمان عشان يعني تفتح من جميع الجهات، يعني مش عايز بقى اكتر عليكم، احنا بس الدرس الجاي كل اللي هنعمله ان احنا هنخلي الجدول يظهر معانا هنا في الداتا جريد فيو. اتمنى يا جماعه برضو تقولوا لي ملاحظاتكم، ما تنسوش اللايك والشير، ولو في اي حاجه مش فاهمينها او مش مستوعبينها او في اي مشكله مقابلاكم يا ريت تقولوا لي عليها، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.